أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز أن العراق سجل عجزا في موازنة عام 2019 وموازنات السنوات المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط مقابل حجم الإنفاق الكبير. أوضحت الوكالة أن تصنيف العراق الائتماني متوقف عند بي وسالب بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أنها قد تخفض تصنيفاتها الائتمانية للعراق إذا زادت الحكومة من إنفاقها دون وضع خطط اقتصادية مناسبة. قالت لجنة النزاهة النيابية أن جولات التراخيص المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في العراق تواصل نهب الثروات دون حساب. وأضافت اللجنة أن شركة شيل متعددة الجنسيات تحصل على نسبة 49% من الأرباح في الحقول النفطية والغازية وفقا للعقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في بغداد، مبينة أن الحكومة تغض النظر عن الكثير من الخروقات التي ترافق عمل الشركات النفطية بكونها مستفيدة من ذلك. قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن الحكومة في بغداد فشلت في تنفيذ أغلب بنود موازنة عام 2020، لا سيما مجال الاستثمار. وأوضحت اللجنة أن الغضب الشعبي خصوصا فئة الشباب في تزايد لانعدام فرص العمل في القطاع الحكومي، مبينة أن الحكومة فشلت في تخفيض الاعتماد على النفط، كما فشلت في تحسين واقع المصانع وتحويلها إلى مصادر ربحية. كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري أن الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي انخفضت عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب الشروط التي فرضتها الحكومة في بغداد على جميع وارداتها. وأضاف طارق الحموري أن بلاده اضطرت لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في وقت سابق مع سوريا، وحظرت استيراد العديد من السلع السورية وفرض قيود على أخرى، مؤكدا أن بلاده مستعدة للعودة عن مثل هذا القرار في حال ألغت دمشق القيود المفروضة على الصادرات الأردنية. قالت النائبة ناهدة الديني أن 90% من معامل القطاع الخاص في محافظة ديالى تحولت إلى مجرد خردة. وأضافت الديني أن القطاع الخاص في ديالى تعرض لانتكاسة كبيرة بعد عام 2003، وأن المعامل متوقفة عن العمل بسبب الإهمال الحكومي وعدم وجود خطط داعمة له، مؤكدة أن توقف تلك المعامل تسبب في تشريح أكثر من 50,000 عامل، ما أسهم في زيادة معدلات الفقر التي قاربت 30% من مجموع سكان العراق. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.